للحكيم الفؤاد بن عامر القروي الذي رصد له ما يقرب من 50 مليار درهم في الفترة ما بين 2016 و 2022. كما أن هذه الفئات من جهتها مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي وتحسين ظروفها. ومن بين الوسائل المتاحة لذلك الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني وخذا من البرامج الاجتماعية الوطنية. ولما زاد ذلك يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية التي دعونا إلى تابعتها قصد إنجاز مشاريع استثمارية في مجال الفلاحي. وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها لا تكفي لضمان النجاح لهذه العملية الكبرى، بل لا بد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي وفي المهن والخدمات المرتبطة به وخاصة في العالم القروي. ومن هذا الإطار نشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين القطاعات المعنية. وفي نفس السياق ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى غير الفلاحية كالسياحة القروية والتجارة والصناعات المحلية وغيرها.